حياكم الله أعزائنا المشاهدين بحلقة جديدة ومتجددة دائما من برنامج جاذرينج. طبعا المتعة والإثارة بس تكون في برنامج جاذرينج. استغرينا عن زميلنا وأخونا الحبيب محمد رضا اليوم في هذه الحلقة. ما نبيه احنا طبعا في الحلقة، لا نبيه شلون، ما نبيه، لا ما نبيه. انزين رحب فيكم أعزائنا المشاهدين. أكيد طبعا العادة راح تكون من الساعة 2 أو 2 ونص تقريبا، لأن قبله طبعا برنامج الإعلام المميز جعفر محمد. هذا الكلام اللي دائما يقول محمد رضا. برحب بزميلتي شيماء. أرحب فيكم مشاهدينا برنامج جاذرينج شو. طبعا كفيت وفيت اليوم متواجدين معنا ضيفين مميزين، إن شاء الله تكون حلقتنا حلوة على قلوبكم. أكيد طبعا شيماء، نحب ننوه في الانستغرام والتويتر حق البرنامج، اذا حابين تسالونا او اذا حابين انكم تضيفون مواضيع او تعطونا مواضيع نطرحها في برنامج جاذرينج، اكيد راح يكون على جاذرينج اندرسكور شو في التويتر والانستغرام. اليوم معنا ضيوف مميزين جدا. طبعا هي او هو جروب، طبعا تصوير جروب، اكثر من شغله، لكن اليوم راح نعرف شنو هذا الجروب. طبعا عندنا تقرير جاهز معدنا، ما في تقرير، نرحب طبعا في جروب فلاش كويت. فلاش كويت علي العلي، نرحب فيك في البرنامج. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ثاني شيء مشكورين على استضافتكم الحلوه هذه، وسعدت رؤيتكم صراحه حبيبي. بس حركات وباج وهذا يعني شيء مرتب مبين ان شاء الله. اكيد طبعا. اول شيء في البدايه كلمونا عن انطلاقتكم في مجال التصوير ومتى بديتم. اول شيء احنا بدينا بالمسرحيات. حلو. بلشنا مسرحيه بطاريق امينه ونص من الليل. اي سنه مبلشين تقريبا؟ على العيد الاضحى هذا. يعني بدايتكم كانت عيد الاضحى؟ بدايتنا كانت عيد الاضحى مع عبد الله، زميلي عبد الله. بلشنا نصور، نشوف مثلا نطلع مكان، اي مكان ثاني نصادف ممثلين مثلا، فنانين فنانات، نقعد نصورهم وساعات ندق عليهم تصوير تصوير. زين يعني خلينا نتكلم عن نقطه تصوير الفنانين، وهذه مثل ما قلت انت، هل انتم يعني كجروب معين في البدايه، خلينا نتكلم عن الجروب، كم عدد الاشخاص، شلون ضميتوا حق بعض، شلون عرفتوا بعض، شلون احنا الزملاء. حلو حلو. كل واحد اول شيء هاوي التصوير، نطلع مدارس ويا بعض، تجمعنا مع بعض 13 واحد احنا بالجروب، يلا نطلع طلعت. حلو حلو. هذه بدايتنا، كانت بدايتنا طاقة من المسرحيات. بعدين قمنا نطلع تصوير خارجي، هذا تصوير خارجي. طبعا خلينا نتكلم بالنسبه حق التصوير، ما التصوير، منو اللي دعمكم كبدايه وشنو الدعم اللي جاء من ناحيه الاهل؟ كبدايه دعمنا ميثم بدر وحسين المهدي. ومن الاهل طبعا دعم اكيد، في تشجيع في تشجيع. إيه اكيد في تشجيع من ناحيه الاهل، واكثر شيء صراحه من الزملاء اللي عندي انا، ربعي هم شجعوني اكثر. هذه بداية. وشلون الجمهور معاكم، الفعاليات وما يالكم انتقادات؟ لا والله لحد الحين ما يالنا اي انتقادات الصراحه. خلينا نتكلم على جروب بشكل مفصل. اكيد في وايد ناس قاعد يتساءلون يعني جروب فلاش جروب، اول شيء ليش تم تسميته بهذا الاسم؟ حلو توهم. زين خلينا نتكلم عن الجروب، يعني شنو من اساسيات هذا الجروب؟ هل هو فقط للتصوير ام انه جروب مثل ما قاعد نشوف الحين اكثر الجروبات تصوير واستعراض و تنظيم و يعني متدخلين باكثر شغله من المسرح، مش شيء واحد فقط. لا احنا صوب بس المسرحيات والمسلسلات، ما عندنا اي صوب ثاني مثلا. كتصوير فقط؟ اي كتصوير فقط. طبعا بالنسبه للكاميرا في تعديل على الفوتوشوب؟ لا هو تصوير عادي، اصور على طول بس اضبط لها الاضاءات والفوكس وشتر وعلى طول انزل. طبعا بس هالنوعيه اللي تستخدمها ولا في كذا نوعيه؟ لا انا استخدم عدستين. عدستين؟ اي استخدم 18-55 55. ايش معنى هالعدستين؟ معنى في عدسات وايد، يمكن في عدسات في بعد الحين عدسات متطوره بزياده. لا انا لا انا ما قاعد اطمح حق على طول فوق، يعني شوي 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 اي شوي 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 ابدي بعدين ان شاء الله حق قدامي. عندك هوايه حق التصوير؟ عندي تصوير. اي انت تصور بس كهوايه كبدايه، عندك هوايه من ناحيه التصوير اللي يطلعون فيه فوتوجينيك وتاخذ مثلا ممثلات ممثلات تصورهم؟ لا انا اول شيء كبدايه كانت تصوير تليفون. أيه. حلو. بعدين بدأت سمارت جالكسي، تالي قمت شريت الكاميرا اصور كنت مناظر. بعدين على طول رحت حق الممثلين. طبعا هي قاعد تسولف شيء عشان قاعد تفكر ان هي تبي تصور طبعا. لا ما له شغل يعني، انا بس شيء حبيت اسال استفسار. الحمد لله سوء الظن كيفك؟ الحمد لله انا دائما سوء الظن فيني. فنتكلم عن مجال التصوير، يعني خلينا نشوفه بالنسبه لكم، هل هو هوايه او انه نقدر نقول كوظيفه؟
اللي دائما تفكر فيها؟ هي نقضي وقت الفراغ، هي هواية أكيد. حلو. وقت الفراغ ما عندنا شيء، نطلع نصور شباب، تصوير خارجي كذا كذا، شنو عندنا منو عندنا هذه كذا. بس ما تشغلكم يعني عن وقتكم نطري؟ أنا أحكي. ما تشغلكم عن وقتكم مرات؟ لا، احنا نحط مثلا وقت مخصص حق التصوير ووقت مخصص حق شيء ثاني مثلا عندنا. بس اذا بتتكلم عن المسرح او كمسلسلات، اليوم قاعد نشوف ما شاء الله ان مسلسلات قاعد تكون اغلبها في وقت الامتحانات او وقت الدوام المدرسي، فشلون تقدر تنسق؟ يعني انا اليوم مثلا داش كتصوير مسلسل حق رمضان، فيبلشون من الفتره اللي هي الحين، مو فتره العطل او فتره ثانيه، فشلون التنسيق بينكم؟ يعني يصير هل انه ممكن انه علي اليوم ما راح تطلع، انت فلان ما عنده مدرسه او انه متخرج او انه جامعي يطلع، احنا بنعرف هم الاعمار يايلك يايلك اليوم ماكو ناس. احنا نقسم طبعا. حلو. مثلا اللي عنده ظرف يكون او عنده اي شغل ثاني، اللي ما عنده شيء كلش قاعد بالبيت يطلع يروح مع كم واحد مثلا اثنين ثلاثه ويروحون يصورون. حلو. والباقي عاد ينطرون دارهم لاني وقتهم. والله متحليل كذا. زين بس خلينا نعرف الاعمار، راح اعطني مجال اتكلم، راح اخليك تسولفين حلقتين قدام، بس خلينا نعرف الاعمار اللي اعمار اللي عندنا. احنا تقريبا عندنا من 18 لنازل. يعني من 18 لتحت، ما في احد اكبر من 18. ما ترى انتم ما تبون هذا؟ لا مو ما نبي، احنا اللي بين ربعنا يعني، ما للحين ما يلنا اي احد من برا مثلا اللي بيصور عمره أكبر أو أصغر. معكم مصورات ولا لا؟ كانوا معنا بس راحوا يعني مو موجودين. راجع لك بس عقب ما تسأل. أنا في قلب هالسؤال. حسيت يعني. من قدوتك الأعلى بالتصوير؟ أمي. أمك هي تصور بعد هاوي تصوير؟ لا هي مو هاوي تصوير، بس شجعتني صراحة حق الشغلة هذه. طبعا بالنسبة الجروب اللي طالعين الحين، في وايد جروبات أو مثلا هم هاوي تصوير وايد طالعين هالفترة بالإنستغرام، شنو رايك؟ يعني كل منها بودب قام ياخذ الكاميرا ويصور، كل منها بودب قام يطلع بالانستغرام، كل منها بودب حط طالع اعلان انا اصور فوتوجكين وما ادري شنو فوتوجكين. هو مو بس شرى كاميرا، قال انا مصور. عرفتي؟ هو انصدم من الكلمه اصلا فوتوجكين. ما في شيء اسمه كذي. هو مو اول ما شرى كاميرا يقول انا مصور، فيها كذا شغله، فيها دورات، فيها كذا شغلات يعني. أيوة. وإن أنا بس شريت كاميرا قلت أنا مصور. بس مع الأسف اليوم يعني خد تكلم، إذا تبي نتكلم بالواقع اليوم لما ندش في عالم الإنستغرام ولا ندش في عالم الشباب اللي ماسكين الكاميرات وقاعدين يصورون، سواء كانت كاميرا كانون أو نيكون أو كاميرا التليفون، حتى الحين قاعد يصورون. اليوم قاعد نشوف إن أغلب الشباب هذين اللي قاعدين يصورون دائما استخدام فوتوشوب بشكل كبير، ما عندهم نقدر نقول إن النظرة التصويرية، النظرة شلون أطلع هذه الصورة. دائماً أنا قاعد أشوف إن الشاب إنه يطمح إنه يصور أي شيء، ممكن أصور قلاص أنا الحين. إيه والله خلنا نروح أسوي فوتوشوب. مصور يعني. راح أسوي بالش اسمه لايت روم، عرفت؟ فما عنده يعني نقدر نقول نظرة قبل التصوير. والله أم قلت لك، أنا قلت لك إنه مو هم يطلعون بس إنه يمسكون أي شيء يقولون مثل هذا تصويري أنا مصوره، ويطلع هو معدل بكل شيء، فوتوشوب يسوي له تأثيرات، يسوي له كل شيء، ويكتب تصويره وينزل على طريق الانستغرام. هذا اللي على طول، بس اول ما شرك كاميرات تصويري انا اصور، انا مصور فوتوغرافي فوتوشوب اسوي. في ناس لا ادري يعني يشتروا كاميرات يصورون. انا اليوم بحقتك ما راح قاعد لك يا يمين. انا بعد اسالك لا دورك، بما انك مصور وهاوي تصوير وتحب التصوير ولك خبره بالتصوير، ما فكرت تعطي دورات حق الشباب اللي يبي يصورون؟ لا ما قاعد افكر بالشغله هذه الحين، مع انها شيء انت تستفيد وتعلم غيري. انا استفيد اعلم غيري، بس انا مو محترف يعني. ما اقولش ان انا محترف، مصور ايه، بس ما قاعد افكر ان اعطي دورات في هذا. يلا قول سؤالي بقلبك. بس خلاص ماكو. قلت لي انه كان معاكم بنات طبعا بالجروب، كانوا مصورات، شنو السبب اللي خلى هذيل البنات او الصبايا يوخرون؟ والله ما ادري، ما عندي انا فكره صراحه على الشيء هذا. ما هل اسباب يعني شخصيه فيهم، ولا ان ممكن الجروب نظامه ما عجبهم؟ هو للاحسن انه ما يكون بالجروب، اي جروب انه يكون فيه بنات عشان لا يفتكهم بالشباب وايد. فاهم علي؟ يعني ساعه تفكير الشباب يكون غير، تفكير البنات يكون غير. فاهم علي؟ بس اليوم خذ تكلم كواقع، اليوم يعني لما نتكلم عن مصورين او مصورات، شوف ان الافكار دائما تكون متقلبه. يعني البنت ممكن تفكيرها حق شيء تصوير،
الشاب لا يكون تفكيره بنظره ثانيه حق التصوير، فممكن يستفيدون من بعض، ممكن يكون في خبره يعني حق فلان او ان فلان انك تكتسب من الثاني. هو كلامك عدل، في يمكن ان هذا مثلا ما يعرف شيء هذا يعلمه الشيء هذا، بس انه الاحسن إن انا كوجهه نظري ان كل جروب انه يكون فيه مثلا مخصص يكون جروب حق بنات وفي حق جروب حق شباب. هل ايش رضيت من الاول؟ رضينا من الاول. هذا الصراحه تسال في وش مدير الجروب. طبعا بالنسبه للكاميرا ما لقيت صعوبه من استخدام الكاميرا؟ والله اول شيء مبلى، بس تعلمت عن طريق اليوتيوب صراحه. يوتيوب يعني مو دوره دشيت او؟ لا لا، انا عن نفسي انا ما دشيت دورات صراحه. اليوتيوب مع انه افيد لك اذا دشيت دوره. اي الدوره افيد، بس اليوتيوب ما شاء الله عليه مو كل شيء يعني. كل شيء موجود فيه. يعني نقدر نقول تقريبا اكثر تعليمك يكون عن طريق اليوتيوب. خلينا نتكلم شوي بالكاميرات وندخل في عالم التصوير اكثر عشان يعني الناس تعرف. وايد ناس زين اليوم قاعد يشتتون نفسهم، تلقاه شوي يصور ناس، شوي يصور طبيعه، شوي يصور سيارات، شوي يصور، صار مصور شامل وهو للحين في بدايته او نقدر نقول في الخطوه الاولى من التصوير. ف ليش دائما ان نشوف ان اسهل شيء قاعد يصور خلاص اكثر الناس قاموا الحين كله تصوير ناس 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 قاعد يصورون مثل التصوير اسمه شنو؟ البشر، اذا بصور البشريين. هو فوتوغرافي ما ادري انا شنو يصورون البشريين، بس فوتوغرافي عادي يعني مصور عادي. مصور يعني مو اذا متخصص بالانسان ما له اسم. ما عندي انا صراحه ما له اسم. هيومن فوتوغرافر زين، انا طلعت اسم كيفي. فلما دائما يتوجهون اكثر الناس اول ما يصورون يصورون حق الناس العادي، ما يتوجهون حق شيء. هو لا بلا، اول شيء ناس يصورون طبيعي عندك مثل ما قلت، اول شيء من اول شيء انه يصورون دراسات. صعب على شنو يعني؟ صعبه الطبيعه. الطبيعه اكيد صعبه وايد، اصلا شيء طبيعي يعني. الطبيعه فوتوشوب راح تسوي فيه فوتوشوب اكثر يعني. يبيها نوع من انواع العدسات الخاصه. ونوع من انواع العدسات الخاصه حقه. بس اللي اسهل شيء ان انا قاعد اشوفه يعني تصوير شخصي، تصور واحد. اكثر شيء فهذا اللي انا قاعد اساله انه ليش؟ اسهل شيء صراحه. هذا دائما قاعد لاحظ، شوف اليوم حتى لما ينطالع زين اعزائي المشاهدين عيالنا زين، دائما لما تشوفون ان اكثر الناس لما يصور، حتى انت لما تصورين نفسك اسهل شيء عندك انك تصورين نفسك سيلفي ولا تصورين نفسك بكاميرا او تصورين رفيستك بكاميرا، لكن لما اقول استعلى صوري للطبيعه حتى لو يعني شوف الجهاز العادي ممكن انك تقدر تصور فيه انسان بشكل عادي تطلع الصوره حلوه، لكن لما تيجي تصور طبيعه راح تطلع وايد اصعب ووايد فيها يعني تركيز وانت بس قاعد تزر راسك. لا لان انا قاعد افكر بشغله يعني شنو الفرق بين الكانون والنيكون اللي هابين فيها؟ ولا انت ما تستخدم النيكون؟ لا النيكون انا ما استخدمتها، بس انا اللي عندي الصراحه في ناس يقولون النيكون اقوى والكانون. انا اللي عرفتها كبدايه كانت الكانون، بعدين الحين الحكي المتداول نيكون. النيكون أقوى منها بوايد. شنو الفرق بين الكاميرتين؟ ما عندي راح يتوهق. ما لا لا ما لا لا انا عندي الكانون الصراحه يعني من محبي الكانون. ليش اسهل اسهل هي اخف لان النيكون صعبه. اي النيكون صعبه صدق، الكانون لا ما اشوف فيها صعوبه يعني كلش. ترى كانت مصوره. لا لان انا عندي الكانون مجربتها وللحين عندها بس استغنيت عنها. كنت تتكلم طبعا انت قلت لي كم واحد بالجروب؟ كم عدد؟ 13 واحد. 13 واحد ما شاء الله، الله يخليكم ان شاء الله وتزيدون، نبي 40 50 نبي جروب كثير. خلينا نتكلم، هل كل واحد فيكم عنده كاميرته الخاصه فيه وعدساته الخاصه فيه؟ اي نعم. تتفاضلون بين بعض؟ لا. ليش؟ ما حد يطلب من الثاني تعال عطنا عدستك تعال عطنا كاميرتك. بس ممكن استفيد يعني اليوم لما تقول لي ان انتم كلكم في مجال واحد وهو مجال التصوير المسرحي او مجال تصوير المسلسلات، فممكن انا اقدر استخدم كاميرا يعني او ان عدسه من عدسات صاحبي اللي هي ممكن تفيدني اكثر اذا انا بصور هذه اللقطه بالمسلسل او اني بصور هذه الشخصيه بالمسلسل، فراح تفيدني اكثر. حتى في سالفه المسرح دائما يعتمدون على عدسات الزوم والعدسات الوايد انجل، فهذه جدا تخدمك. يمكن انت ما عندك الامكانيه بالذات ان انت طلبه يعني لحد الان، مو تقول عندكم ميزانيه وموظفين ان تقدرون تشترون العدسات كلها بوقت واحد، فليش ما تستلفون من بعض؟ انا لحد الحين يعني ما انا ترى سالتك سؤال هذا بيدش موسوعه جنس يعني. لحد الحين يعني ما 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 يعني ما يعني حق بعض تعال عطني عدستك تعال فلان بدل كاميرتك 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 احسن. واحسن كاميرا صار انا قاعد اشوفها 5D هي اخر كاميرا نزلت اللي سمعنا فيها 5D مارك 3. ما صراحه اكثر وضح اول شيء عدساتها غير عن حقها مثلا غير عن الكاميرا، كل عدسات راح تنزل يعني حق اي كاميرا تركب عليها. بس يعني ما رحنا حق بعض قلنا له تعالوا اعطي كاميرا. طبعا انت ما شاء الله يعني عليكم يعني جروب
وشباب ويعني ما شاء الله هم طلاب. يعني انا صراحه اشجعكم، حلو انكم تبتكرون بشيء وتطلعون تصورون، حلو هالشيء. بس من ناحيه التصوير يعني ما كبدايه ما لقيت انه مثلا صعوبه من ناحيه الجروب او حاشتكم مثلا مشاكل ما مشاكل؟ لا ما لقيت صعوبه شويه بالدراسه، انه ما من اول شيء ما قدرت انسق الوقت مثلا حقي. بعدين لا قمت انا انسق الوقت وما جاتكم يعني. عروض؟ عروض شلون يعني على شنو مثلا؟ يعني تعال مثلا المكان الفلاني صورنا ونعطيك المبلغ الفلاني. لا لا كلش يعني انتم ما تاخذون اجر على لا احنا ما ناخذ مقابل، مجرد هوايه. مجرد هوايه بس احنا. بس اتوقع ان تصوير المسرح يعني اليوم لما يعني نتكلم عن سالفه الاجر ما اجر، اتوقع ان تصوير المسرح اليوم اذا بندخل عالم المسرح او يمكن مسلسلات اقول لك ما في هذا الشيء، بس بعالم المسرح لما تيجي مثلا تصور فنان ويا احد الناس اللي جايين قاصين تذكره للتصوير، هذا راح يكون في اجر حقك، يعني راح يكون في نسبه للمصور نفسه. ما جرى شيء صراحه، ما حد قال لي مثلا اخذ اجر على الشغله هذا، وانا يعني عن ناحيتي انا ما اخذ صراحه، حتى لو قال لي ما مجرد ما هوايه. انا بالنسبه لي مجرد هوايه وان اقضي وقتي بس. قبل تختم بس ابغى عندي سؤال، شنو خطتك المستقبليه انت والجروب؟ شنو خطتوا حق بعدين؟ شنو ببالكم؟ استوديو الصراحه نفكر ان نبطل استوديو حقنا. شيء حلو. هذا اللي قاعد افكر فيه ان شاء الله. ان شاء الله طبعا كل التوفيق لك طبعا وكل التوفيق لجروبك. اكيد مشاهدينا احنا ما استغنينا عن الرضا، ورضا مو بس ويانا بالمكان، رضا بالقلب. خلونا نطلع من بعد هذا الفاصل نشوف زميلي محمد رضا ونرجع لكم مره راح فيكم مشاهدينا الكرام. انتقلنا حق الصد الثاني مع العضو الثاني في فريق فلاش كويت، جروب جدا جميل. معي الحين طبعا بما اني انا مدير برنامج فمعي مدير الجروب. بالبدايه حياك الله عبد الله الحمراني مدير جروب فلاش كويت، نورت برنامج جادرينج. بالبدايه يعني ما شاء الله زملائي ما خلوا شيء الا تكلموا عنه عن الجروب. ابي اتكلم عن المسرحيات، شنو اخر مسرحيات غطيتوها؟ والله شوف احنا غطينا مسرحيه لي اخور، مدينة البطاريق، يعني بياع مسرحيات كثيرة، خلينا نقول بياع الجرائد. إيه يعني مسرحيات كذا، مسرحيات وايد غطيناها يعني. زين أنا طبعا قاعد أدخل البروفايل الحين، بروفايل جروبكم اللي هو جروب فلاش كويت، قاعد ألاحظ دائما تصورون المشاهير يعني. وإحنا اليوم كبرنامج جادرينج، كشباب برنامج جادرينج، دائما نطالب الشباب اللي مثلنا أن يا جماعة خلينا نساعد الشباب، في شباب يعني ما شاء الله عندهم موهبة بالتمثيل، مو مشاهير ما انشهروا للحين، صوروهم أنتم كجروب، حطوهم في بروفايلكم. منشن قاعد لاحظنا يعني ما شاء الله حمد، نور غندور، فهد البناي، يعني دائما المشاهير تركيز كبير عليهم،
في شباب ممثلين عندهم قدره خياليه اداء يعني التمثيل لكن كاميراتهم بعيده عنهم صراحه. والله شوف والنعم فيهم وان شاء الله ليش لا يعني هذا يعتبر دعم لهم وان شاء الله يعني. بس خوش ملاحظه امانه والله ملاحظه قويه ها. اي والله خوش ملاحظه هذه. ابي اتكلم اكثر اكثر عن هذا الجروب الصراحه مثل ما ذكر توه زميلك تقريبا عددكم 17 تقريبا 13. ابي اتكلم اكثر اعماركم متقاربه. الشغله الثانيه هذا الجروب في شروط معينه عشان ادش هذا الجروب؟ شوف والله يعني اللي بدش الجروب يكون يعني شوي متمكن من التصوير يعني هوايه بسيطه بالاول وبعدين يعني مع الايام راح يتعلم اشياء اكثر. عارف شلون؟ كلام جميل. طبعا افتح الدرع انا خلنا نطلعه لان يعني الدرع فعلا جميل راح الفه عشان نعطي الدرع حقه. هذا الدرع زين راح تتكلم عنه. ها وضحت الصوره اوكي. هذا الدرع حلو ما عليه هذا كاميرا خفيه صارت فيني. هذا الدرع خلنا نعطي حقه. من اللي كرمكم على هذا الدرع ومن اللي شكركم؟ والله صراحة رئيس مسرح الخليج العربي الفنان ميثم بدر ما قصر معنا الصراحة والنعم فيه معرفتي فيه قوية والله يعني أخوي الكبير عارف شلون خوش واحد والله. فعلا رجل كل معنى الكلمة وأخلاق قابلناه في برنامج قادنج وحديثه كان جدا جميل. أنا مثلا عندي مسرحية حلو اوكي وعندي فنانين مشاهير وفنانين توم في بدايتهم شلون اكلمكم شلون استدعيكم؟ هل انت بروحكم ان تروحون ولا عندكم شرط ان اي احد يبينا نغطيه شرط علينا ان هو يدق علينا وهو يكلمنا؟ حلو. لا شوف هو احنا عندنا انستغرام جروب فلاش كويت موجود الكيك مالنا حلو وموجود الخاص يعني وقريب راح نحط ارقامنا حلو يعني اللي يبي تغطيات مسارح معارض مهرجانات يكلمونا وما نقصر معهم. عرفت شلون؟ من غير اجر مادي تو قال زميلك شو الهدف يعني اليوم خلينا نتكلم كواقع يعني الكل يسعى حق الماده. حلو. شداب يقول انا ما اسعى حق ماده اليوم الكل يهدف حق ماده كجروب ما شاء الله 13 واحد شباب صغار بالعمر كل واحد مكلف على روحه جايب وياه كاميرا بدال ما يستغل وقته مثلا مثلا في البعض يتمشى مجمعات قهاوي والتدخين وامور سلبيه ثانيه انتوا قاعد تضيعون وقتكم في شيء جدا مفيد اللي هو تغطيه المسارح. شو الهدف من وراء هذا؟ والله شوف التغطيات المسارح هي هوايه واحنا المقابل يعني الحين الصراحه مو مفكرين فيه يعني ان شاء الله يعني مع الايام الجايه يمكن ليش لا شيء زين لنا حلو يعني الحين احنا كل بالبدايه عرفت شلون؟ نشتغل يعني حلو. شغله شغله بعدين ان شاء الله. ايش معنى اليوم عبد الله الحمراني تم اختيارك كمدير للجروب يعني هل لان عندك خبره اكثر في عالم التصوير ام عن طريق نقول كبر السن؟ حلو. لا والله شوفوا قعدت انا مع ربعي وربعي يحبون التصوير وهالشغلات وقلت خل اسس جروب يعني نفتحه نشتغل نكلم نشتري حلو واتفقنا وفتحنا جروب يعني الحمد لله ونجح جروبنا باذن الله يعني الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. اذا بدش الجروب انا مو معي كاميرا حلو لا اجباري انه ويا كاميرا؟ لازم تكون معك كاميرا. اي هذا شيء اجباري عشان مثلا يعني ما تقدر مثلا على حسابك الخاص توفر لي كاميرا انا والله ان شاء الله يعني مع الايات ان شاء الله هذا ماكو مشكله. على هذا الباج خلينا نتكلم عنه قاعد الاحظ انه حاط لك باج واكيد زميلك واحلى تحيه حقه هم حاط باج. شو الهدف من هذا الباج وشو المكتوب عليه وهل هو احد شروط الجروب مالكم؟ والله شوف المسرحيات يعني اذا مثلا بنحضر مسرحيات لازم يكون موجود هذا الباج عشان يعرفون ان جروب. ومسرحيه احمد يراج الاخيره كلمني وهذا وقال يبوا باجات. عرفت شلون؟ عشان ترتيب وتنظيم يكون شيء حلو. حلو. عبد الله يعني شيء حلو صراحة أنه جروبكم ولكن ترى في شيء وايد صعب ولازم يعني ننبهكم عليه. اليوم وايد جروبات ترى حلو حق تغطية المسارح أو حتى المهرجانات فشلون قادر تميز جروبك عن الجروبات الثانية؟ يعني أتوقع لما تروح مثلا مسرحية تجارية حلو أتوقع أنه في أكثر من جروب ما أتوقع جروب واحد في أربعة وخمسة وكل واحد عنده كاميراته وأغليته في عالم التصوير شلون قادر تميز نفسك وجروبك عن الجروبات الثانية؟
والله شوف كل جروب غير عن جروب، يعني في جروب تصوير يكون هذا التصوير احسن. يعني انا قبل تقريبا اسبوع اللي طاف كلمني واحد مع عادل مسلم، يعني قال يا ابو قال يا كذا جروب عندهم والتصوير ما كان قوي، عرفت شلون؟ يعني مثلا تدري مسرحيات رعب اقنعه وكذي طلعات يطلع دخان شيء، عرفت شلون؟ شلون ظلمه شلون يعني قادر تصور، محتاج فلاشات اضاءات، هو لا في يعني اضاءه تكون بسيطه، عرفت شلون؟ يعني على حسب ذكائك وعلى حسب خبرتك بالكاميرا، عرفت شلون؟ يعني مثلا الصوره طلع مثلا بلقطه، عرفت شلون؟ لازم تصيده باللقطه بالضبط، عرفت شلون؟ بعد اقولها بعد واحده ايه لازم تصيده باللقطه، تكون لقطه حلوه يعني تعجبهم اللقطه. طبعا زين، في شغله يعني سلبيه الصراحه، هذا وجهه حق الفنانين الكبار اللي انتم مصورينهم، تشوف ان جروبكم ما قصروا، تعبوا وصوروا وحطوا صوره هذا الفنان، حطوا له منشن الهدف انه يا رجل اشكرنا واخذ الصوره وحط اكونت مال جروبنا، هذا شيء منطقي. لكن يعني شوف انه لا معلق هذا الفنان ولا ماخذ الصوره مالتكم حلوه حاطها في بروفايله وحط لكم منشن، فانا صراحه احتب على هالفنانين الصراحه، يعني صغار بالعمر راحوا وقضوا وقت كبير عشان يطلعون لك صوره حلوه وانتم يعني لا معبرينهم ولا شيء. تأيد كلامي ولا؟ هو صح كلامك بالضبط، بس في فنانين يعني تصورهم وتضبطهم بالصور ما يحطون الصور، لا وفي فنانين يحطون. يعني احمد يراج بالمسرح الخليج العربي كان موجود وصورناه كذا لقطه ونزلها وحط لنا منشن وتاج وشكرنا، عرفت شلون؟ لا وفي فنانين ما لا يشكرون ولا شيء صراحه، يعني ياخذ الصوره ما يحط مثلا منشن حكم ولا يشكركم. صح، وفي منهم مرات يقول صوره وما ينزلون الصوره، عرفت شلون؟ زين شو الخطوه هنا يعني كجروب وانت كمدير الجروب تتحمل اكيد يعني تكاليف الجروب، اكيد تبي تريح جروبك، يعني اكيد في البعض مثلا عتب او زعل من داخل ان هذا الفنان ليش ما حط صورتي ان انا تعبان عليها. كمدير الجروب شو الاجراءات راح تتخذها اذا فنان خذ الصوره وما حط لكم منشن؟ والله شوف يعني هل ما تصوره بالمرحله الثانيه؟ لا شوف مثلا صورته اول مره وما حط منشن ولا تاج، ثاني مره اكلمه، عرفت شلون؟ اقول له يعني لو ما عليك كاميرا تقدر تحط تاج او منشن، لان احنا قاعد نصور وتعبان يعني تعبنا على الصور ولقطات حلوه، عرفت شلون؟ عرفت شلون صراحه فقرتنا، عرفت شلون هاي ها فقرت عرفت شلون. صراحه استمتعت وياكم والله يوفقكم، لكن عندك ملاحظه انت انه في اخطاء قالها زميلك عن الجروب، وينك ها قاعد؟ في اخطاء قالها زميلك، في اشياء تبي توضحها، لانه قلت انه غلط بكم شيء، اذا تبي تعدل الكاميرا كاميرا شكلها هو. شوف احنا بلشنا بعيد الفطر مو بعيد الاضحى، هاي معلومه ها معلومه حطها ببالك، لانه غلط الصراحه لا توه هو مو بدايه الجروب كان موجود وحضرنا يعني تقريبا فوق ال 10 11 مسرحيات الصراحه وايد يعني حضرنا. وبعد شنو الاشياء اذا عندك عتب عليه يعطيكم على الهواء ها؟ رايك حركتي بعد بس بس تقريبا هذا اللي هذه اللقطه اللي غلط فيها. بالبايو بس اذا تبي اذكر اساعدكم، تصوير مسرحيه امينه وهلبومه وهاجر ومدينه بطريق اثنين والياخور ونص الليل وبياع الجرايد وعالم اوز وقصر الساعات، كل هالمسرحيات عدل؟ حلو حلو. طبعا الاكونت مالهم جروب اندرسكور فلاش اندرسكور كويت، اللي بيضيفهم اكيد راح يستقبلون الجميع. متابعينا اتمنى فقرتنا نالت على اعجابكم، راح ننتقل حق الاستوديو الثاني، راح اكون مع زملائي عندنا توب 3 ارابيك سونجز بما ان اليوم الخميس، هنطلع هذا الفاصل ورد لكم مره ثانيه في الاستوديو الثاني. We'll be right back.
ردينا متابعينا بعد ما انتقلنا من السد الثاني للسد الاول وهو السديو الرئيسي. بما ان اليوم الخميس راح اتكلم على التوب 3 Arabic songs. بالبدايه راح اتكلم على الاغنيه الثالثه لانه راح نبلش 3 2 1. الاغنيه الثالثه خذ راحتك غناء راشد الماجد، كلمات شاعر تركي آل الشيخ، الحان نواف عبد الله. فنان يعني فعلا جميل فنان راشد، يعني صعب واحد يعتب عليه. والاغنيه مبدعه بعد، الاغنيه مبدعه بعد، الاغنيه مبدعه، الاغنيه شيء طلعت مبدعه، الاغنيه فعلا مبدعه، ابداع ابداع لي هذه خوش ملعب. يعني فنان راشد ما شاء الله، يعني على الوتر حساس، يعرف متى ينزل، عنده اغنيه خلينا نقول هائله في عالم الغناء، يعرف متى ينزل سو اغاني سريعه، اغاني نقازيه. صعب احد يصيد الفنان راشد الماجد، شفنا خطه حياته علمته ويعرف متى اقول يولع السوق ومتى يخلي السوق ينزل. وبعدين محمد هو اصلا يعني اغانيه وناسه، عرفت يعني. تفضل تدري شنو اقوى اغنيه سمعت عنده؟ اغنيه المسافر. الله اغنيه يعني خيالية. المسافر راح قديمة، أغاني وايد يعني المسافر راح، لو تشوف كلماتها حتى بدو كليبها قديم لكن يعبر. طيارة الله الله لا تعبر قلبي تكفى. الله 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 مسافر راح. أنا أقول خلنا نسمع، خلنا نسمع الأغنية، نسمع خلنا نسمع الأغنية اللي هي خذت مركز الثالث خذ راحتك غناء الفنان الكبير راشد الماجد. يا سلام على الأغنية الحلوة فنان راشد، فعلا خذ راحتك، ها ما تفرق معي يا جراح، ها ما عاد تفرق يبا، ما قصرت يا اهداء محمد الأغنية انت من قبل. اهداء اهداء صراحة اهداء، أغنية صراحة ضاربة، دائما بطل فهم اسمعها، دائما تتردد هاي الأغنية، هذا يدل على نجاح الأغنية، اللحن والكلمات ما شاء الله، نعم والتوزيع كلها. طبعا موعدنا قاعد يقول لي بالأربيز يقول لنا هذه الأغنية خذ راحتك إهداء يدل دربة، بس حق منو ما أدري كيف أعرف. طبعا تفضل خلينا نغير الحين على الأغنية الثانية توب الثاني. المركز الثاني تدري غناء بدر الشعيبي، كلمات فهد جمال، ألحان نايف ناصر. طبعا خلينا نسمع الأغنية ونرد لكم، لا خلينا نشوف بعد الأغنية.
طبعا ردينا لكم من بعد هالغنية أغنية بدر الشعيبي أغنية تدري. الأغنية صراحة روعة، كلماتها روعة والألحان، تش رايكم سمعتوها؟ أكيد طبعا أنا سمعتها من أول صراحة، كاملة متكاملة يعني. فنان بدر الشعيبي دائما أسمعها، فنان بدر الشعيبي أنا دائما أقول هالكلمة يعني تربط في علاقة جدا سطحية، يعني مو عشان هنقول فنان مشهور أو بيكسب جماهيرة، لكن فعلا هالفنان قديم في عالم الغناء، قديم في عالم التمثيل، فصار عنده يعني خبرة، صار عنده تجارب كبيرة، يعني عارف مثلا متى أنزل الأغنية، يعني حتى أتوقع تي لحالة يقول أبي السوق شوي ينزل، أبي أنزل أغنية أبي أولع السوق، فخلاص يعني كثرة تجارب والسنوات الغناء أتوقع أنه خلتها مخضرا في عالم الغناء وأيضا في مجال التمثيل. وأحلى تحية حق الفنان بدر الشعيبي. نقدر نقول عن بدر الشعيبي سن صغير لكن عقلية كبيرة في مجال الغناء، ما شاء الله من هو صغير يعني يعرف يختار بديته. ما شاء الله عليه صح دائما يعني، حتى تشوف ان اكثر المغنيين بداوا يمشون يعني على نفس النهج الاغاني، هو الاول واحد من الناس اللي اختار ان لزمات بالاغاني يعني. اوريك سبب يعني قوه نجاح فنان بدر الشعيبي. تخيل الفنان بدر لما نزل اغنيه اخر اغنيه، منو كان الكورال ماله؟ الفنان الكبير فايز السعيد. الله شوف لوين وصل فنان بدر الشعيبي، عرفت يعني؟ هذه ترى لو تشوف الجمله اللي قلتها هاي يدل على نجاح وقوه الفنان بدر. اكيد طبعا في المركز الاول لهذا الاسبوع احتلت اغنيه لك احبابك غناء فهد السالم، كلمات مزيد الحان راكان، اغنيه جميله جدا حازت على المركز الاول لهذا الاسبوع. خلونا نطلع نشوف هذه الاغنيه، نرجع لكم مره ثانيه. طبعا شفنا هذه الأغنية للفنان فهد السالم، أغنية جميلة جدا، أغنية أيوة ممتعة، أغنية مبدعة لقولك طبعا شيماء، كلماتها حلوة بعد، كلماتها حلوة طبعا أكيد. شو تقول كلماتها؟ مزيد الحان لك أحبابك، لك أحبابك سلام لك يا رب. طبعا لك أحبابك أكيد حزت على المركز الأول لهذا الأسبوع، تستاهل. محمد أنا دازلتي واتساب أول حلقة كنت مو موجود، عرفت؟ فقاعد حاتي على صار فيني شيء بالطريق او شيء، حرام. فقاعد انزل شيء واتساب انا موجود، فاصل ثاني راح ادخل مراضي قاعد دق ورا بعض ورا بعض.
ففصل الثاني شافت ان كنت موجود بس وقفت يا نامت يا سافرت ترتاحت عرفت قال قاعد حاتي العاده دائما اطلع اول شيء شفت تلفونك قاعد يدق الرقم حاط عليه قلب حب اي والله حط بعد 10 قلوب حب حق الوالده تستاهل العشق يعني اكيد طبعا صج المعد يقول حق الوالدتي ان ايفون 6 على حسابه ما قصرت يا الله يحفظها ويطول عمرها ان شاء الله يا رب الله قال حق امهاتنا كلنا المعد وقال حقكم هم انتم كمذيعين لان انتم رايحيني طبعا المعد ما قصرت يعطيك العافيه ندري ان احنا مرايحينك وندري ان انت تحبنا راح يعطينا ان شاء الله في يعني اتوقع يعني بالاغاني الثلاثه توفقنا في ثلاث اغاني هي الافضل في السوق أبي أقول شغلة جراح يعني ألاحظ وايد مثلاً في البعض ينتقد برنامج جادرينج من ممثلين أو من مذيعين فأنا أقول لهم يا جماعة خلكم بحالكم ليش أحد ينتقد البرنامج يعني في شيء غريب ماذا هالغيرة هالحسد يعني اليوم أنصدم أنا أن أشوف مثلاً هذا الأعداء النجاح محمد يعني أقول لك شغلة لو ما ينتقدون لا ما انتقد الا اذا طالع واذا ما طالع وانتقد هذا يعتبر صح. يعني للاسف يعني سوري على الكلمه اذا صار في انتقاد خلنا نقول الكلمه والله ابي اقول الكلمه اذا ما يعني اذا ما قاعد يطالع مجرد انه انتقاد لمجرد اثاره يعني الجمهور او انه يبين انه نفسه مهم طبعا هو نقدر نقول انه ولا شيء زين فلما يكون يعني اقرب دليل اختصر الناس خلنا بس نقول هذا اعتبره انا انسان مغفل انه يتقد شيء وهو قاعد يطالعه وانه ما يدري واحد منهم مثل اكثر من عمل درامي دش سينما دش باعلانات زين وليومك ما اشتهر يعني على كل هذا وما اشتهر وينتقد البرنامج ف يعني ما ابي اذكر اسمه ولا شرفني اذكر اسمه فاليوم يعني تنصدم من هالمواقف المعد يقول لي تبي اقول لك اسم لا والله مو هو بعد وايد اكثر من اسم فانا ما راح اتقدم على الهواء لان ان شاء الله يوم من الايام راح اكون ضيوف في برنامج قادم اتمنى عشان اساله يقول له مو انت تنتقد البرنامج ليش شيت البرنامج حطه في موقف محرج واتمنى انه يرد علي وانا بالعكس مستعد ان اناقش اي احد خصوصا انتقد برنامج قادري اي نعم كان في خلل في الفترات اقول السابقه لكن الحمد لله تطور بشكل كبير برنامج جادرينج أقرب دليل خلال شهر رمضان 22 حلقة 21 حلقة 21 ضيف مميز كل واحد أميز من الثاني هذا دليل على نجاح البرنامج بس خلي أقول شغلة طبعا إذا كان البرنامج بدايته لازم يكون مو ذاك التطور كل مرة نتطور ويكون الأفضل الأقوى شيء أكيد وهذا يدل على طريق النجاح يعني في انتقادات طبعا محمد يال الانتقاد قبل فترة قريبة حيل يال الانتقاد إن ليش دائما البرنامج زين طبعا احنا قاعد نناقش يعني مشاهدين هذه المواضيع والانتقادات اللي قاعد فيه بالعكس احنا نتقبل بشكل رحب لما يكون انتقاد في مصلحة البرنامج لما يكون انتقاد إيجابي يطمح إنه يرفع من اسم البرنامج يالي إنه ليش دائما أنتوا برنامجكم ما في رسمية في بعض الكلمات اللي تنقطع على الهواء المفروض ما تنقال في برامج حوارية فيعني عشان اللي يفهمون الناس دائما إحنا كنا نكرر كلمة إحنا برنامجنا مش برنامج حواري بحت إحنا اليوم برنامجنا شبابي فني منوع. برنامج دوانية خلنا نتكلم برنامج عفوي ما في دوانية وهم نحل المشاكل اللي تتوارد معاكم يعني بخاطركم شيء تقولونه احنا يعني بس في شغلة يعني اكثر شيء لنا فعشان لا احرج مثلا البعض يقول متى قابل هالفنان او هالفنان باختصار فنانين الصف الاول اغلبهم او معظمهم ياخذون مبالغ مادية عشان يكونوا ضيوف في برنامج قادرين واحنا كقناة شاهد ما ندفع اجر حق اي ممثل فما نقدر نضيفهم ولا نحط روحنا في موقف محرج ولا هالسياسة احنا نحب نطبقها يعني او انت كفنان زين يعني مفروض ان انت ما 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 تخلي يعني اسمك بفلوس يعني لان انت طالع حق جمهورك اول شيء جمهورك يبيك جمهورك هذا احنا الحمد لله لك يا رب مو بحاجة يعني احد انت اللي بحاجة الاعلام انت اللي بحاجة ان الاعلام سلط عليكم الضوء كريم ذبحني قاعد يدق علي صار له ساعتين وهو ويا ام محمد يدقون طبعا لا لا بس امي خلاص الحين خلاص اي شكلها شافتني على الكاميرا سافرت اي خلاص راح سافرت سبب تاخير محمد مو تاخير انا موجود لكن في فقره ثانيه لان اليوم معنا ضيفين فضيف ثاني انا قابلته والضيف الاول انتم قابلتوه لكن عانيت انا ما شاء الله ماكو شيء ما سالته حق الضيف الاول ما يا ولكم مني بعد الهواء لا بس فقدناك بالفقره الاولى صراحه انا صراحه ما تبقي غالي صراحه يعني. انا ما افقد غالي ما فقدتك لا بس صراحه صدق يعني لما قدمت تو بروحي بالفقره مع عبد الله الحمران اللي هو مدير فلاش كويت بس كان عصبي مدير لازم مدير لازم شفت شلون عصب على صاحبه لا هو ما كان ويانا بس صلح له اخطاء شفته
مدير يعني لازم عصبي دائما المدير عصبي هو كل مدير بس عصبي. صراحه والله انا شجعت مدير برنامج صراحه على هالجروب واتمنى لهم التوفيق الدائم يعني ان شاء الله موجه طبعا احنا نطالب بتغيير مدير برنامج جاذرينج مع نهايه حلقتنا اليوم هذا الويكند ان شاء الله تستمتعون تروحون مخيماتكم وتروحون تدرسون بقياتكم مو زين البقيات لا تأجروا البقيات ما جزفني الحين اخرع البقيات ودير بالكم الله يحفظكم ان شاء الله نشوفكم يوم الاحد ان شاء الله يا رب تفضل شيماء طبعا قال البقيات دير بالكم شنو بقيات 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 دير بالكم ودير بالكم على اليهال مشاهدينا راح اشتاق لكم اليوم الاحد ان شاء الله يا رب يعطيك العافية ما قصرتي متابعينا شوفونا يوم الأحد في حلقة جديدة من برنامج جاذرينج كالعادة متعترى بس في برنامج جاذرينج كاس خليج على باب وبلش اليوم أول مبارياته أبي أقول لكم متعة يا رب يكون كاس خليج وأتمنى منتخبنا الكويت والأزرق ياخذ كاس خليج من السعودية يبه الكويت الأحد بانتظاركم فما الله